بسم الله الرحمن الرحيم. نطق كلمات حصة رابعة ابتدائي النهاردة الأربع 25 أكتوبر. A balcony. A balcony. بلكونة أو شرفة. A bathroom. A bathroom. دورة مياه أو حمام. A living room. A living room. حجرة معيشة. A dining room. A dining room. حجرة الطعام أو السفرة. A bedroom. A bedroom. حجرة النوم. A kitchen. A kitchen. مطبخ. طبعا كل دي محتويات at home. At home. في البيت. Types of houses. Types of houses. أنواع المنازل. An apartment. An apartment. شقة سكنية. A houseboat. A houseboat. منزل عائم. A house. A house. منزل. A tent. A tent. خيمة. Lovely. Lovely. جميل أو محبوب. Quietly. Quietly. بهدوء. A street. A street. شارع. Unusual. 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 الاثنين صح. Unusual. غير معتاد أو استثنائي. Clothes. Clothes. قماش. طبعا مفرد لا يعد. Whole. Whole. كل أو بأكمله أو الجميع أو واحد صحيح. دي كلماتنا. وطبعا الوحدة الرابعة بدأنا فيها. Where do you live? Where do you live? أين أنت أو أنتم تعيشوا؟ دي طبعا الواجب ودي المراجعات بتاعت الباراجرافز وخرائط الذهنية. ودي كلمات الوحدة الثالثة برضو مراجعة وحفظ قرأناها طبعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.